لا لا، مش سهرية ولا موضوع كابتن شوبير بقى. مش كل يوم هلم لك تصريح من هنا وتصريح من هنا، مش هينفع كده يا كابتن احمد. يعني التصريح اللي فات عن ان احنا الجزائر في المتناول كان لايف وقدام الدنيا كلها وفيديو، انما انت طالع دلوقتي تتكلم في اون راديو. ويا كابتن شوبير، يعني لمك من التلفزيون تطلع لنا في الراديو فيا يا كابتن شوبير؟ وبعدين عايزين نتكلم كده مع بعض كده، يعني من واحد في دور ابنك، فنتكلم مع كابتن شوبير بالراحة كده ومن غير اي عصبية. بص يا كابتن شوبير، احنا قاعدين نفكر مين اللي هيلعب ضد الهلال السوداني، ومين اللي هيلعب ضد بغداد بنجاح، وهنعرف نمسك ياسين ابراهيم ازاي، وهندافع طول المباراه ازاي، وهنعمل ايه قدام منتخب الجزائر. تيجي انت طالع لي كده هنكسب الجزائر والمغرب يا كابتن شوبير؟ في ايه يا كابتن؟ ما نقعد نفكر كده بالعقل شويه والمنطق شويه. يعني جو ان احنا والله احنا رايحين ناخد البطوله ده، بلاش يا كابتن شوبير والنبي. يعني مش كسبنا السودان 5 تقول ان احنا هنروح ناخد البطوله؟ معنا مشكله يا كابتن شوبير، يعني خلي شويه منطق. ده الجماعه في تونس ما قالوهاش لان هم عارفين ان هم مش رايحين ياخدوا بطوله، فاحنا في مصر اللي مستوانا يمكن اضعف من المنتخب التونسي، نروح نقول احنا رايحين ناخد بطوله؟ سيبها ماشيه زي ما هي ماشيه، بوس ايدك والنبي. بطلوا هم هبدوا هري كتير. بص يا كابتن شوبير، جزء تصريحك الاول انا موافقك فيه، جو ان في لعيبه كتير مش هتدخل منتخب مصر الا في عقد كارلوس كروش، وان دي فرصه ذهبيه. انا متفق جدا معاك في الكلام ده، بس مش متفق معاك في كلمه انه ينزل يلعب على الفوز قدام الجزائر. ما ينفعش، لان انت لو اتفرجت على ماتش السودان اساسا هتفهم ان كارلوس كروش بيعمل كل الافوار اللي عملها في الملعب دي. عمرك كمان لعب واحد باك يمين علشان خاطر ينزل يكسب السودان سكور، انما انت تيجي تقول لي ان احنا لا لا مش خايفين من الجزائر ولا خايفين من المغرب. لا كابتن شوبير، انا بدات فعلا اصدق ان الجزائر عماله كيسس في دماغك. اللي هو يا كابتن شوبير يعني في ايه؟ الموضوع مش مستاهل ام الافواره دي. وايه ذبح القطه ده يا كابتن شوبير؟ ده كان في كان في بوست، مش بوست، كان في منشور نازل في جريده الاهرام ان كيروش وهو بيذبح طارق حامد. اللي هو يا كابتن شوبير ده جهل، ده مش اعلام على فكره. تقول لي ذبح القطه من استبعاد محمد شريف ومجدي قفشه؟ قطه ايه اللي ذبحها؟ ما هو رجعت تضمهم تاني. قطه ايه يا كابتن شوبير؟ عتابي الوحيد واصرار على شراكه الشناوي 180 دقيقه. انت مالك يا كابتن شوبير؟ انت مالك يا حبيبي؟ انا لازم ادي فرصه لمحمد صبحي، مش عارف انا جوني ابن جون بقى. الولاد في منتخب مصر لازم يمسكوا في الفرصه، لان اللي مش هيروح منتخب مصر هنكسب الجزائر، ولو واجهنا المكسب لو رجعنا المغرب هنكسب، بس لازم نلعب الجزائر على الفوز عشان نبعد الفتره دي عن المغرب. ضمان صعود المباراه النهائيه اهو. بص، ام الافوره بتاع المباراه النهائيه والمنافسه على البطوله دي، ده مش جونا، ده مش التيم بتاعنا. سيبها ماشيه زي ما هي ماشيه، ويمكن نبقى في فجأة البطوله زي الاخوه السوريين كده ونعمل ماتش كويس قدام الجزائر. يا راجل يا كابتن شوبير، احنا قاعدين نبص دلوقتي على المحصله بتاعت النتائج بتاعتنا. لو تعادلنا قدام الجزائر 0-0، مين اللي هيصعد اول؟ عرفنا ان احنا اللي هنصعد اول علشان خاطر الجزائر عندها حاله طرد واحنا ما عندناش حاله طرد، فهننزل ندافع يا كابتن شوبير. يا كابتن شوبير بطل قوم افواره بقى، لعيبتك المحليه مش هتقدر تنافس لعيبه الجزائر المحليه ولا لعيبه المغرب المحليه علشان خاطر الدوري بتاعك سيء دي، وانت واحد من الناس المسؤوله على الدوري السيء والرديء ده. الناحيه الثانيه في دوريات محترمه. وبعدين معلش، واحد من اهم اجنحه الدوري المصري هو اشرف بن شرقي لعيب الزمالك، وده لعيب منتخب المغرب. واحد من اهم المدافعين في مصر بدر بنهم، وده لعيب مغربي. فانت لما تيجي تتكلم عن الجزائر والمغرب، اعرف ان جوده اللعيبه بدات تعلى قوي عندهم، واحنا جوده اللعيبه عندنا بسم الله ما شاء الله حاجه خزان احزان. فبلاش يا كابتن شوبير التصريحات اللي بتستفز المصريين قبل ما تستفز الجزائريين والمغاربه، وسيبها ماشيه زي ما هي ماشيه، وافتكر في الاول والاخير دي بطوله وديه تحضيريه لتصفيات كاس العالم. اتمنى ان حضرتك تفهم ونبعد عن ام موضوع الصراعات والمناوشات ده، عشان الموضوع مش ناقص يا كابتن شوبير. معلش يعني يا اسطى، معلش لو عجبك الفيديو او وصلك الفيديو او انت شايف ان انا بقلل من منتخب مصر براحتك. انا هقول لك تاني وتالت ورابع، منتخب مصر لسه في مرحله تحضير، منتخب مصر لسه في مرحله بناء، فما ينفعش ان انا اجي اتكلم على اقوى الفرق في البطوله واقول ان انا مرشح ان انا اكسبها ومرشح ان انا اجاريها. لا، الكلام ده افوره بصراحه. كان عندي تاريخ، كان عندي حضاره، كان عندي جيل عظيم، بس خلاص الكلام ده بح يابا. احنا دلوقتي قاعدين في صحراء جرداء لا نقط فيها ولا ماء، فما ينفعش الكلام ده بصراحه.